الواجبات والفروض الدراسية تشكل عبئا على الطالب، ما لم تقابلها نشاطات ترفيهية ورياضية يستطيع الطالب من خلالها الترفيه عن نفسه. ومن هذا المنطلق نظمت مدرسة عثمان بن عفان بمنطقة الشقيقة سباقا للجري على مستوى المدرسة، اختير فيه المشاركون من كل الفصول الدراسية. أنا أحد المشاركين في سباق الجري، ونتمنى لزملاء بالتوفيق والنجاح. عشرات الكيلومترات قطعها المتسابقون في أجواء تمتعت بالروح الرياضية العالية بين كل المشاركين في هذا السباق، رفقة كوكبة من المهتمين بهذا المجال وتحت إشراف قسم النشاط بالمدرسة. ورغم قلة الإمكانيات ونقص الدعم، إلا أن الأمل يبقى في أن تلتفت الحكومات المتعاقبة إلى معاناة القطاع التعليمي بالمدينة. نتمنى الدعم للمدارس، نواجه مشاكل عديدة في المناهج، دائما وأفضل نتمنى أن يكون لقامة لنا ولهم في كلمات استيجابية. أجواء حفزت الطلاب على المشاركة للخروج من أجواء الدراسة لاستكشاف مواهبهم، على أن تعتزم المدرسة إقامة نشاطات أخرى ومستمرة في المواسم الدراسية القادمة.